السلام عليكم، انا سميتي جودة عبد الكبير، اب ثلاثه ديال الاطفال، ثاني عيلهم عندي واحد الطفله معاقه. هي كما تشوفوا الحاله ديالها هي حدايا هنايا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين. انا تنتوجه لولاد الشعب وتنطلب منهم يد المساعده. هاد البنيتي هادي يلاه كتوفق ما بين الدواء ديالها وثاني عيل دوك ثلاثه ديال الاطفال، تنتعرض لواحد واحد 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 المرض بانها تتانفكتا ليا العظم ديالي من الداخل. تتانفكتا العوارض ديالو كانت واحد لاكسيدون درتها في 94، وكنت غير دوك الشرايين ديالي ديال رجلي كاملين والاعصاب ديالهم، وزرعت خلايا. ومن بعد صابيت من دابا قبل من 3 سنين درت واحد العمليه بانني حيدوا لي داك الميكروب من وسط العظم، وما بقيتش قدرت نتمشى ولا نخدم ولا اله الا الله. بالنسبه للطفله هذه، عندها لي زيسكار، تندير لها واحد تنحاول نشري لها لي كوش 3 ايام في السيمانه ان ب 60 درهم، وتنشري لها واحد الدواء باش تدير تحت منها، تقريبا تتقام عليا بواحد 400 درهم حتى 500 درهم في السيمانه. زيد عليها المصاريف، زيد عليها بزاف، زيد عليها الدواء، زيد عليها الدواء ديالي، زيد عليها بزاف ديال الحوايج. لانني من نهار تحولت للشقه هذه، وانا كندير واحد العمليه وتنعس في السبيطار. نعس في السبيطار، ما بقيتش قدرت يومنا هذا، ما سددت حتى شي طريطه من دوك الطريطات. تنتعرض للافراغ، افراغ دا ما جابها وكلوها الوكيل وكيل جلالة الملك. انا تنتوجه الناس، الله يجازيهم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. الا كان شي واحد تيسمعني اللي تيعرفني ولا ما تيعرفنيش، حاولوا تمدوا يد المساعده لهاد السيد هذا باش ما نتشردوش، باش ما نصيفطش وليداتي للزنقه، باش ما نحاولوش نمشيو للزنقه. صافي حنا مابقينا من ما بين اليوم وغدا نقدروا نترماو للزنقه، ولا اله الا الله وحده. ما عرفتش كيفاش غادي ندير لهاد الوليدات هادو. انا بقدر يلاه دابا يلاه عايش مع العوله ديالهم، وتنحاول نوفقها باش نوكلهم. ما قدرتش، ما حلت، ما استطعتش. انا ما عرفتش شنو غادي ندير. انا تنتوجه لولاد الشعب محسنين، الله يجازيكم بخير، الله يخلي لكم العزيز عليكم، الله يخلي لكم وليداتكم. انا هاد العائله هي عرضه للتهميش، عرضه باش تربى في الزنقه، عرضه باش تلاح في هاد البرد هذا الزنقه. الا جازكم بخير، الا بان لكم شي، الا كان شي مساعده تساعدوا هاد الناس هادو. ما تحاولوش ماشي فكوا لي غير هاما الوثائق عندي، حاولوا تفكوا لي غير هذا المشكل هذا ديال الافراغ. اما انا راه حاول موفق ما بين المعيشه ديالهم، تمن الدواء تا هو انا تا الدواء تا هو، تنحاول نجري من هنا باش نشريه لبنتي. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قدر الله وشاء فعل. انا ضربيت، انا مريض، كنت مرضت، تلاحيت. حاولت عمر شي واحد، ما حاولت نقول له عطيني حتى باش شري خبزه، ولكن الانسان ملي تيولي عرضه للتهميش باش يضرب الزنقه، ما يقدرش يتصورها بانه غادي يتشرد ويلوح وليداته الزنقه. هي كامله كانت غير استفاده، وحنا من الافضل اللهم بقيناها في ديورنا ولا بوعنا، ولا نتحولوا هنا ولا عرضه للتهميش والتشرد. هاد وليدات يا عمر ما عرفوا تليله، ما عرفوش، كنت عايشهم في الفشوش. ولكن الحمد لله 3 سنين هادي انا راضي بالاوضاع مع الله سبحانه وتعالى اش مكتب لينا. واش نقول لكم اخوتي، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. انا لا اله الا الله توجهت لكم، والله فوق منكم، ولا اله الا الله، ولا يضيع الله اجر من احسن اجر من احسن عملا. لا اله الا الله، لا اله. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعل صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. العياد قطع على القدم مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط.
وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.